السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك. في هذا اليوم سنة 64 للهجرة هلك يزيد بن معاوية عن 39 أو 37 أو 35 سنة، وقيل في 15 منه. أمه ميسون بنت بجدل الكلبية التي حملت به من غلام أبيه، ولذا روي عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام أن قاتل الحسين عليه السلام ابن زنا، وهكذا حال شمر وعمر بن سعد وابن زياد وغيرهم من قتلة أبناء الأنبياء عليهم السلام. وكان شارب خمر قمارا لاعبا بالقرود ناكحا للمحارم تاركا للصلاة، له أشعار فيها كفر صريح. هو الذي أوجد واقعة كربلاء المحزنة وقتل الحسين سيد الشهداء عليه السلام وأهل بيته وصحبه الأبرار رضوان الله عليهم في فاجعة كربلاء، وسبى عياله وبضمنها علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام، والسيدة زينب بنت أمير المؤمنين، وبقية العلويات عليهم السلام بأسوأ حال. هدم الكعبة المقدسة بالمنجنيق، وحرق ستارها، وهتك ستور نساء المهاجرين والأنصار بعد قتلهم في وقعة الحرة، وأباح مالهم ودمهم وشرفهم لجنده 3 أيام، فولد أولاد لا يعرف آباؤهم. وبعد ذلك عم القتل الذريع والغارة على المدينة المنورة. قام جيشه بالاعتداء على الحرم النبوي المطهر، وقتل الناس داخله ظلما. وفي سبب هلاكه أقوال، منها أنه هلك ببلاء مفاجئ. وقال الشيخ الصدوق رحمه الله: نام ليلة مخمورا ووجدوه صبيحتها ميتا، قد تغير جسمه كأنه مطلي بالقير، ودفنوه في الباب الصغير بدمشق. وجوز أحمد بن حنبل وجماعة كثيرة من أهل السنة لعنه، وجماعة منهم معتقدون بكفره، وألف ابن الجوزي كتابا اسمه الرد على المتعصب العنيد المانع عن لعن يزيد. وزيارة الإمام الحسين عليه السلام مناسبة في هذا اليوم. السلام عليك يا أبا عبد الله.